فوز جدا وكل طيب، ربنا يخليك يا رب. فوز يمكن صعب شويه بعد الهدف اللي دخل فيه بيراميدز، لكن نجوم بيراميدز والجهاز الفني اعتقد ان هم قدروا يحولوا الهزيمه الى فوز كبير جدا 4-1. والله مهم زي ما انت بتقول، الحمد لله. يعني اكيد فوز صعب، احنا بنلعب فرقه محترمه ولها اسم كبير في القاره. الحمد لله كان اللعيبه عملوا مجهود كبير جدا في ظل ضغط الماتشات، وكان ليهم رد فعل بعد الجون وقدروا يوصلوا للجون وجبنا 4 اجوان. كانت النتيجه ممكن تزيد عن كده، يعني ضيعنا كمان اجوان كتير يعني. أيوة. فالحمد لله بالنسبه لنا نتيجه مرضيه. شوط اول خلص، عندنا شوط تاني هيبقى اقوى. فربنا يكرمنا ان شاء الله، مسافرين بكره الصبح، فربنا يكرمنا ان شاء الله نرجع بالتاهل ان شاء الله. فكروا في مباراه انيامبا بس ولا مباراه التاهل لدور قبل النهائي واللي ممكن يكون احد طرفي فريق الرجاء المغربي؟ لا خالص، احنا بنفكر في الشوط الثاني اللي هو مع انيامبا، يعني مش حاطين في دماغنا اي ماتشات ثانيه ولا حتى ماتشات الدوري لما نرجع. يعني كل تركيزنا دلوقتي في الماتش اللي جاي، عندنا 90 دقيقه مهمه جدا، فرقه على ملعبها صعبه، فرقه محترمه. نرجع بس بالصعود ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونرجع بالصعود، وبعد كده بقى يعني نفتح الملفات بتاعت الماتشات اللي بعد كده، لان الماتشات اللي جايه مهمه بالنسبه لنا كلها صعبه. فكل اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ماتش انيمبا وازاي نصعد ان شاء الله. يعني النادي الوحيد اللي بشوفه دايما تحت الضغوط باستثناء طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك هو نادي بيراميدز، رغم عدم وجود جماهير نادي بيراميدز، لكن دايما النادي تحت الضغوط وتحت المطالبه بالمكسب وتحت المطالبه بالفوز ببطولات. والله دي بتفرحنا وبتزود الحمل طبعا على كل المنظومه وعلى اللعيبه، لكن بتفرحنا ان احنا محطوطين في حته كويسه. السنه اللي فاتت الحمد لله صعدنا نهائي، فالسنه دي مطالبين حتى قدام نفسنا ان احنا نعمل انجاز ان شاء الله، ربنا يكرمنا نكون موجودين في المباراه النهائيه وناخد البطوله وتبقى اول بطوله دخلت نادي، يعني هو ده هدفنا. واي حد عنده هدف البطوله يا مهيب بيشتغل دايما تحت ضغط، فهو ده ان شاء الله هدفنا وربنا يكرمنا. واحنا واثقين جدا في اللعيبه اللي عندنا، لعيبه رجاله وفي الماتشات الصعبه بيكونوا موجودين، فربنا يكرمنا ان شاء الله ويكملها على خير. الحديث عن الصفقات سابق لاوانه؟ صادق جدا ومش معايا يعني. أنا عارف، أنا عارف أنا عارف أنا عارف. لا أنا بكلمك كراجل في الجهاز الفني. عشان احنا عندنا يعني منافسة قوية في البطولة الأفريقية وفي الدوري، لسه عندنا دور كامل، فا يعني لسه بدري يعني. طيب نادي بيراميدز وصل لنهائي الكونفدرالية في الموسم الماضي، أعتقد دي بتدي خبرة وبتدي ثقة وبتدي حاجات كتير جدا، هو للأسف ما شفناش في مباراتي الرجاء، يعني ده يعني كان خوفنا وتخوفنا في ماتشين الرجاء، ما شفناش الخبرات دي، ما شفناش الحافز للفوز بالبطولة، هل ده قدرتوا تعالجوه يا كابتن محمود؟ بص يا مهيب، أنت طبعا عارف اللي هقوله، إن كل ماتش في أفريقيا بتلعبه بيزود خبرتك. السنة اللي فاتت كان عندنا في ماتش النهائي كان لعبة افريقيا قبل كده، وكان في لعبة ما لعبتش يعني نهائي افريقيا او لعبة الكم من الماتشات ده لغاية ما صعدوا النهائي. فالسنة دي اكيد الخبرات زادت، وكل حاجة كل ماتش بتلعبه بيزود خبراتك. ماتشين الرجاء مش عايز ارجع لهم، لكن وارد انك تخسر، يعني ده عادي، انت بتلعب فرقة قوية عادي تخسر ماتشين، مش عادي تخسر ماتشين بس يعني ما وقفناش من الموضوع وكملنا وصعدنا، والموضوع ما وقعناش وصعدنا ب 12 بونت. بص يا مهيب، احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش. ايوه يعني كل 3 ايام ماتش، دي يعني ما افتكرش انها حصلت قبل كده خالص، ان فرقه تلعب كل 3 ايام ماتش، ومش احنا بس يعني، اكيد الفرق الكبيره اللي بتلعب، الاهلي بيلعب اللي بيشارك في افريقيا برضه والزمالك وكل الانديه بتلعب كل 3 ايام، مش كل يعني، هم ناديين 3 اللي بيلعبوا. مجهود يا مهيب غير طبيعي، ومجهود بدني على اللعيبه غير طبيعي، انك تلعب كل 3 ايام ماتش، ومن خلالهم بيبقى في سفريات طويله جدا، وانت عارف افريقيا وسفرياتها طبعا. طبعا. فالموضوع بيبقى يعني متعب جدا ومجهود كبير جدا على اللعيبه، فلما اللعيبه تظهر في ماتش او ماتشين نخسر فيهم او ما يظهروش بالشكل الكويس ده، يعني مش عايزين نقف عنده يعني. احنا الحمد لله دلوقتي في البطوله صاعدين دور 8، عملنا شوط كويس جدا ونتيجه كويسه، عندنا شوط تاني وربنا يكرمنا، حتى لو كسبنا البطوله ما حدش هيفتكر ماتش رجاء والكلام ده. طيب يعني الخطه اللي حاططها الجهاز الفني واداره بيراميدز السنه دي هو الفوز ببطوله؟ مهيب، احنا صعدنا السنه اللي فاتت لنهائي البطوله، وكنا خلاص يعني خطوه وناخدها
لولا التحكيم، ويمكن انت شفت الماتش. كان صعب جدا. يعني احنا كنا حق بالفوز بالبطوله السنه اللي فاتت، لكن على الورق احنا صعدنا للنهائي، فشيء طبيعي ان السنه دي يكون هدفك انك تاخد البطوله، ده شيء طبيعي جدا. فلو احنا صعدنا برضو للنهائي وربنا كرمنا وخدنا البطوله، هيبقى انجاز كبير جدا، هتبقى اول بطوله دخلت النادي وكمان بطوله قاريه، فاكيد ده هدفنا كلنا طبعا. تمام كابتن محمود فتح الله، بشكرك وبالتوفيق ليك وان شاء الله.